جنو توكس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنوتوكس. وفي الحلقة الثانية من سلسلة Game Tools سنتعرف على أداتين في هذه الحلقة، وهما Rectangle Select Tool و Ellipse Select Tool. قبل ذلك، هذه أداة كيمون للتعرف على الأزرار التي أضغط عليها، وأيضا حركة الماوس ونقرات الماوس أيضا لتتبع كل ما أقوم به، خاصة في اختصارات لوحة المفاتيح. كما جرت العادة، يمكن إنشاء مشروع من خلال نيو كريت نيو إيميج أو نيو لاير أو نيو بروجكت. إذا أردنا من خلال نيو، إذا أردنا إنشاء مشروع بقياسات محددة معروفة مسبقا، لكن إذا أردت الحفاظ على شكل الصورة بالكامل، يمكن أن تقوم بسحب الصورة المراد العمل عليها وإفلاتها في البرنامج، وسيحمل المشروع قياسات الصورة. لكن رغم ذلك، هذه الصورة هي بشكل مربع، أنا أريدها مستطيلة. كيف سأقوم بتغييرها إلى شكل مستطيل؟ الخلفية السوداء لهذه الصورة ستسهل علينا المأمورية. كل ما علينا هو الضغط على هذا الزر Create New Layer، أو من خلال زر الفأرة الأيمن هنا نأتي إلى New Layer. يمكن أن نجعله سوداء من البداية من خلال foreground color، لكن أنا سأتعمد جعلها transparent. نريدها مستطيلة، لذلك سنغير العرض فقط ونحافظ على قياسات الطول. سأزيل 280 وأعوضها بـ500 لتصبح 1500، ثم أضغط على OK تعطينا طبقة شفافة، لكن مقاسات الصورة بقيت تحتفظ بقياسات الأولى التي تم إنشاء المشروع من خلالها، والتي اعتمد فيها على قياسات الصورة. كل ما علينا هو التأكد أننا في اللاير الشفاف الذي نود أن تصبح أو يصبح المشروع بقياساته. نذهب إلى Image ثم Fit Canvas to Layers، أصبح المشروع بالقياسات الجديدة. نريد توسيط الصورة، نأتي إلى Move Tool ويمكن تحريكها يدويا. بهذه الطريقة لن نستطيع ضبط المقاسات والتوسيط بشكل دقيق. هنا يأتي دور Alignment Tool، نضغط عليها ثم نجعل الصورة في الأعلى من خلال هذه الأزرار زر فوق، أو يمكن سحبها وجعلها في الأعلى، ثم نضغط على الصورة، نتأكد أنها First Item، ثم نقوم بالتوسيط. أصبحت الآن تتوسط الإطار أو تتوسط المشروع. لجعل الصورة أو اللاير الشفاف باللون الأسود، نقوم بسحبه، سحب اللون الأسود وإفلاته، أو يمكن أيضا من خلال Edit Fill with Foreground، أو بالضغط على زر الفأرة الأيمن ثم Edit Fill with Foreground Color وتصبح باللون الأسود. هنا أصبح لدينا طبقتين، لكن في هذه الحالة نريد أن تكون لنا طبقة واحدة وصورة واحدة مدمجة. نضغط على اللاير الأول بزر الفأرة الأيمن ثم ميرج داون، أصبحت لدينا صورة واحدة موحدة. نأتي الآن إلى Rectangle Select Tool و Ellipse Select Tool لنعرف دورهما والخصائص اللذان يتمتعان بها. كما ذكرت، هما أداتين لهما نفس الدور نفس الخصائص، لكن بشكلين مختلفين.
ريكسانجل بشكله المستطيل أو المربع، والإليبس بشكله البيضاوي أو الدائري. نأتي إلى إليبس، نقوم بتحديد هذه المنطقة على سبيل المثال من أجل إنشاء إطار لهذه الصورة، ثم نضغط أنتر، يتم إنشاء هذا السيليكت. إذا قمت بسحب اللون الأبيض مثلا، سيتم تلوين داخل الإطار، لكن أنا أريد إطار جانبي للصورة. قم بالعودة عن طريق Ctrl Z، ثم آتي إلى Select Invert لعكس السيليكت وعكس التحديد. نأتي الآن وأقوم بإفلات سحب وإفلات اللون الأبيض، سيتم تلوين الإطار. الآن تم تلوين إطار داخل الصورة الأساسية، لكن أنا أريد أن يبقى الإطار منفصل عن الصورة. أعود Ctrl Z مع احتفاظي بالسيلكت وإنشاء طبقة جديدة Create a New Layer، ثم أقوم وأتأكد أنني على الطبقة الشفافة، ومرة أخرى بسحب وإفلات، ويتم تلوين الإطار خارج الصورة. في تصدير المشروع سيكون مدمجين، لكن إذا قمت بإزالة علامة العين سيتم تنزيل الصورة أو استخراج الصورة فقط. كذلك هو مثال للإليبس، دورها أيضا نفس دور الأول، لكن هنا سنتعلم كيف نقوم من خلالها أو من خلال الإطار أيضا أو من خلال المربع عفوا ريكتانجل أو المستطيل، يمكن أن نقوم بنسخ ولصق جزء معين من الصورة. مثلا نختار هذا الجزء وقمنا بتحديده، نضغط على Ctrl C لنسخه وCtrl V للصق، يعطينا هذه الرسالة وهي Floating Selection Passed Layer، يعطينا أن هناك عملية نسخ ولصق، لكن يريد التأكد أو نؤكد له أننا نريدها في لاير جديد. نضغط على Create a New Layer وأصبحت في طبقة جديدة. لماذا لم يتم نسخ أي شيء؟ لأننا في الأصل كنا على الطبقة الغير صحيحة. نقوم بمسح ونتأكد دائما أننا على الطبقة الصحيحة التي نود النسخ منها. نعاود الكرة، Enter Ctrl C Ctrl V ثم Create a New Layer. الآن قمنا بنسخ ولصق ذلك الجزء الذي اخترناه، وبهذه الطريقة يمكن العمل أيضا ب Rectangle Selector، حيث يمكن تحديد هذا الجزء، ثم نضغط على Enter، نختار هذه الطبقة، ثم Ctrl C Ctrl V Create a New Layer، وها قد تم نسخ ولصق هذا الجزء. أيضا من استخدامات هذين الأداتين هو إنشاء أشكال وأجسام مختلفة، حيث يمكن أيضا عمل مثلا مربع بهذا الشكل للحفاظ على الشكل المربع. نضغط على Shift، من خلال الضغط على Shift سيحتفظ بشكل مربع أي متساوي السيقان، بمعنى جميع السيقان أو أضلاع متساوي الأضلاع عفوا سيكون جميع أضلاعه متساوية أو يكون مربع بالمختصر. لكن إن ضغطنا على Shift سيتم احتفاظ بالمركز فقط دون تغيير المركز، لكن يمكن تغيير الشكل إلى من مستطيل إلى مربع وغيرها من الأشكال. إذا ضغطنا على Ctrl Shift معا سيتم الاحتفاظ بالشكل المربع مع الاحتفاظ بالمركز. لكن
إذا قمنا بالضغط على كنترول مسبقا قبل إنشاء أي شيء، أو قمنا بإنشاء هذا الشكل ثم أنتر، قمنا بإنشاء شكل ثم قمنا بالضغط على شيفت ونختار هذا الجزء، سيتم دمج الجزئين معا بهذه الطريقة. حتى وإن اخترنا جزء آخر سيتم دمجه هو الآخر، وسيصبح الكل جسم واحد. لكن إن قمنا باختيار كنترول سيتم اقتطاع ذلك الجزء بهذا الشكل، سيتم اقتطاعه ليصبح على هذا الشكل. لكن اخترنا كنترول شيفت معا سيتم الاحتفاظ بالشكل المحدد فقط. نعطي مثال بسيلكت فقط، كنترول شيفت تحديد هذا الجزء سيتم اختياره دون غيره. نفس الشيء بالنسبة للإليبس، عند الضغط على شيفت سيحتفظ بقطر الدائرة بجميع أقطار الدائرة متساوية مع زاوية محددة، وإذا ضغطنا كنترول شيفت معا سيحافظ على شكل الدائرة مع المركز. ضغطنا على كنترول فقط فيمكن التحكم في الدائرة كيفما نشاء وجعلها بيضاوية كيفما نشاء مع الاحتفاظ بالمركز. إذا أفلتنا يمكن التحكم في الشكل كيفما نشاء مع الاحتفاظ بالزاوية التي أنشأناها في الأول، وينطبق عليها نفس الأمر بالنسبة لخصائص مود التي يمكن اختيارها يدويا، أو يمكن اختيارها كما ذكرنا من خلال كنترول شيفت وكنترول شيفت معا. كانت هذه مجموعة من الأمور والخصائص التي يمكن إنشاؤها من خلال هذين أو هاتين الأداتين. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.